تعتقد انه شرخ الفقر القهر غياب العداله في مصر الدارة منه جزء من 25 يناير لغايه النهارده؟ لسه بس عندي امال عريضه لان انا مسكون بطاقات الامل اصلا في اقصى لحظات السواد اللي كانوا حاكمنا فيها الاخوان كنت متفائل، فما بالك دلوقتي ازاي افقد املي ان الانجاز ما حصلش بسرعه، ان الفقراء ما خدوش حقهم بسرعه. لا انا ما زلت عندي امال كبيره جدا ان الشعب ده هيصل لاهداف ثورته. صحيح ممكن يتاخر شويه لكن هيصل، لان في اراده شعبيه حقيقيه وعند في اشواق للشعب ده عشان يصل للحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه، وعبر عنها بجلاء ومش هيتراجع عنها. واوعى حد يفتكر من الاساتذه بعض رجال الاعمال وبعض الناس بتاع اقتصاد السوق الحر ده اللي معرفش ايه معتقدين انه خلاص بقى يعني خلصنا بقى من الثورات. لا، الشعب ده صابر على حاله لانه عنده تحدي، شايف دولته بتتعرض لمؤامرة من قوة دولية وتنظيم إرهابي جوه البلد وعايزين يسقطوا هذه الدولة. فممكن يقول لك مش أولويات يا عم الأجر، ريت الأجر، مش هحسن عيشتي دلوقتي ولا يفرق معايا دلوقتي، أنا يهمني إن الدولة دي تفضل، لأن مش هقعد أنا أنهش في جسد دولة وهي بتحارب عدو خارجي، واخد بالك، أو مؤامرة أو بتتعرض لمؤامرة. فالمصريين عندهم حكمة، خد بالك، عندهم حكمة السنين، عندهم 7000 سنة في الجين المصري الحكمة والخبرة دي، هم مختزنينها في العقل الجمعي.